كان مصر ومكافح. لا أو جدا مكافح بس في تدرجه في التمثيل ولا مكافح في الحياه استاذ اسامه؟ ياسر يعني بس جينا على احنا كنا بالكويت جينا على الاردن بلش انه اللي عنده الموهبه اول شيء يعني بلش بالكومبارس حتى في فيلم اسمه الطريق الى ايلات ده غير فيلمنا ولا هو نفسه فيلمنا؟ هو نفسه ياسر كان فيه الاخراج انعام محمد علي بتاع استاذ عزت العلايري ايوه ده احنا بيعرضوه على طول في التلفزيون عندنا ياسر كان المشهد لما استاذ عزت العلايري يفوت على المطار الاردن ياسر كان يختم له الجواز شو سبب الزيارة؟ زيارة صديق قديم من أيام الدراسة. شو اسمه؟ طارق دجاني ساكن جبل الحسين. قاعد عندي يومين وحرجع. لقطة. لقطة. هي يعني أخذها خطوة أو نص خطوة في نص خطوة. فيش ربع يمكن عشر خطوات يعني. كان بيشتكي من تأخر الدور من تأخر الفرصة لا كان حاس راح تجيله والحوالي كلهم يعني كان يحكوا له راح تجيك فرصة هرجع تاني للمشوار الفني بس طمني والدته أخبارها ايه دلوقتي ام الله يصبرها الله يصبرها يعني ممكن تيجي تحكي معاك تقول لك الحمد لله بس انا يعني انا ولدت انا ساكن عندها مش هي ساكنه انا ساكن عندها مرات بالليل بشوفها تكون قاعدة لحالها الله يعينها متحطمة داخليا يعني أعز واحد ياسر كان شايل الكل كان شايل الله يرحم أبوي شايل أمي شايلنا كان داير باله على الكل يعني كان كل صغير وكبيرة يعني يهتم كان هو فيها. زي مش عايز أقول كبير العيلة بس هو كبير العصب العيلة. لا هو الكبير العيلة هو عصب عيلة وكبير العيلة وهو أبونا كنا يعني بعد الله يرحمه أبونا أبو ياسر كان عنده مرض حتى ما بيقدرش يتحرك فياسر كان هو دار باله علي يعني أبوي كان ما غرغرينا جري الله يرحمه مقطعات كانوا فأبوي يعني ياسر كان يجي يحطوا عرباي يروح يلف فيه وطعمي فول وحمص وشو بدك بس شو بدك يعني كان يعمل كل إشي يعني ياسر كان إنسان مع الكلمة قبل ما ناخد فاصل ونرجع تاني عن محطات مهمة جدا في مسيرة ذلك الموهوب ياسر المصري بوجه تعزية كبيرة جدا لوالدته وبدعو لها بالصبر والسلوان وبقول لها إنه في كتير جدا من المصريين اللي شافوا ابنك في مسلسل الجماعة حبوه وترحموا عليه وما زالوا بيدعوا له وبيقولوا له الفتحة يا أم ياسر